إلى أحمد دراوش المتواجد في حيفا. أحمد، الأخبار متسارعة وتطورات متلاحقة كذلك، بينما كانت صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل جراء وصول صاروخ باليستي من اليمن. قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترضه خارج الحدود الإسرائيلية. الآن الجيش يتحدث عن أنه يهاجم بشكل موجه ودقيق في الضاحية الجنوبية. هل هذا يشير بالعادة إلى تنفيذ عمليات اغتيال جديدة أحمد؟ طبعا يحيى، لا علاقة للهجوم الذي أطلق من اليمن ووصل إلى تل أبيب بما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الدقائق الأخيرة. وأشير إلى هذا البيان العاجل الذي صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ قليل، وقال فيه إن الجيش هاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة في الضاحية الجنوبية في بيروت، ويقول إنه سيصدر بيانا لاحقا للإشارة أو للتوضيح أكثر حول طبيعة هذا الهجوم. عبارة هجوم موجه بدقة، هجوم دقيق، هي عادة عبارة يستخدمها الجيش الإسرائيلي للإشارة إلى عمليات اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه العبارة استخدمت أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، عندما حاول الجيش الإسرائيلي اغتيال علي كركي قبل أيام، عندما حاول كذلك أو عندما اغتال القائد العسكري قادة عسكريين بارزين في حزب الله اللبناني منهم إبراهيم عقيل وغيرهم من القادة، كان يستخدم هذه العبارة، والآن يستخدمها للإشارة إلى تنفيذ عملية اغتيال على ما يبدو في الضاحية الجنوبية لبيروت. من هي الشخصية التي اغتالها الجيش الإسرائيلي؟ ليس واضحا حتى الآن، لكن خلال الفترة الماضية كان قد أبلغ أكثر من مرة عن قيادات في حزب الله اللبناني موجودة على قائمة الأهداف الإسرائيلية، منها القائد العسكري لحزب الله طلال حمية، وهو الوحيد الذي نجا بحسب الروايات الإسرائيلية من عمليات الاغتيال خلال الفترة الماضية. كذلك هناك قادة في الجهاز التنفيذي وفي الجهاز السياسي وفي مجلس الشورى لحزب الله اللبناني، ومن غير الواضح من هي الجهة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي. لا تسريبات حتى الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول طبيعة هذا الأمر، لا تسريبات حتى إلى وسائل الإعلام في العالم العربي حول طبيعة الاغتيال هذه، من هي الشخصية المستهدفة، لكن هناك أكيد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هدف هذا الهجوم هو الاغتيال وهو موجه ضد قيادات في حزب الله اللبناني، لكن لا تزال هذه الأنباء أولية. هذه تشير إلى استمرار سياسة الاغتيالات التي بدأها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف خلال الأسبوع الأخير، وتأتي في ظل إصرار إسرائيلي على استمرار هذه السياسة، في ظل إصرار إسرائيلي على استمرار الحرب على لبنان، اغتيال قيادات حزب الله، استهداف ما تقول إنها إسرائيل إنها مخازن الأسلحة، طرق لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، تهديد مطار رفيق الحريري الدولي بالاستهداف إن استقبل طائرات إيرانية. كل هذه التطورات تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على المضي قدما في هذه الحرب على الجبهة اللبنانية ضد حزب الله اللبناني، كما يقول ضد اللبنانيين. الغارات متواصلة طبعا، اليوم أكثر من غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، عشرات الغارات في مناطق أخرى في لبنان. وصدر منذ قليل بيان عن الجيش الإسرائيلي يقول إنه ركز في غاراته الأخيرة على مخازن الأسلحة كما يزعم في جنوبي لبنان، وكذلك على طرق نقل الأسلحة من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية. يحيى، أشكرك جزيلا أحمد دراوشة في حيفا.